المحور ديال حقوق الانسان هو اساسي فيما يخص استراتيجيات الوطنيه لمحاربه السيدة. فكيف ما تتعرفوا هو الوصم والتمييز تيشكل واحد العائق للوجوج الخدمات الصحيه فيما يخص الناس المتعايشين بالفيروس ديال السيدة ولا بعض الفئات اللي تيكونوا اكثر عرضه. فالمغرب هو البلد الوحيد في هذه المنطقه ديال الشرق الاوسط والمغرب العربي اللي عنده استراتيجيه وطنيه فيما يخص حقوق الانسان والسيدة. وهذه الاستراتيجيه تدخل في اطار المخطط الوطني لمحاربه السيدة اللي تتنسقه وزاره الصحه. فهي هذه الاستراتيجيه بدات 2013 وحتى 2017 كانت واحد الفتره اولى اللي كملت الان، والان هو في اطار انجاز الفتره الثانيه اللي غتكون في السنوات 2018 حتى 2021. فالتدخل ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان هو اساسي، لانه دخل واحد المقاربه مبنيه على حقوق الانسان فيما يخص محاربه السيده، ولونو سيده تتعترف بهذا الدور ديال المغرب في هذه المنطقه وهذا العمل اللي تيقوم به المغرب في الميدان ديال حقوق الانسان لما تتعلق بالفي اتش. دكتورة عزيزة بناني، رئيسة مصلحة الأمراض المقولة جنسياً والسيدة بالمديرية التعليم والبيئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة. احنا اليوم في إطار تشاركي كيجمع عديد من القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى، مؤسسات دولية كبرنامج الأمم المتحدة المشتركة لمكافحة السيدة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمية، للتوافق على استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان وفقدان المناعة المكتسبة. فاحنا الان في اطار التوافق على استراتيجيه ثانيه، لان الاستراتيجيه الاولى تمت بالورقه ديالها في مرحله 2017. قمنا بمراجعه هذه الاستراتيجيه، خرجت بتوصيات اللي اعتمدنا عليها وبلورات استراتيجيه للفتره الثانيه 2018-2021. اهم محاور هذه الاستراتيجيه هي مكافحه الوصم والتمييز تجاه الاشخاص المتعايشين و الفئات اللي هي اكثر عرضه للداء، اللي كيشتغل معها المجتمع المدني اللي هو كيدخل في اطار المناصره في هذا المجال للمحافظه على حقوق هاد الاشخاص كلهم، محافظه حقوق الاشخاص وتحسين الولوج ديالهم لجميع الخدمات الاجتماعيه وخاصه الخدمات الصحيه. عن علم ان وزاره الصحه كتدعم المجتمع المدني اللي كيقوم بالخدمات وكتعطي جميع الوسائل الوقايه والكشف، وكذلك مراكز وزارة الصحة كيقوموا بها في الكشف، ومع العلم أن اللي تم تشخيص المرض عنده كيولي يجي بصفة مباشرة للجيش، فهنا كيكون مواكبة لهاد الأشخاص لا سيما من طرف المجتمع المدني لتحسين الولوج ديالهم للعلاج، لأن مع الأسف لازم هناك وصم وتمييز من طرف مهن الصحة. فداخل هذه الاستراتيجية كنقوموا بالرفع من قدرات هذوك الأشخاص باش يعرفوا بحقوق ديالهم، يعرفوا بجميع الخدمات المتوفرة، وكذلك يكون عندهم دراية بالواجبات ديالهم كمواطنين مغربيين، ويكون عندهم أحسن ولوج للخدمات الصحية، وكذلك رفع من قدرات مهنية الصحة باش ما يكونش هناك وصم وتمييز تجاه هاد الأشخاص المتعايشين والفئات اللي هي أكثر عرضة للداء.